خالص شيء. لازم انتم تبلغونهم هالشيء هذا. خشت الفصائل طلعونا من بيوتنا وخشوا بيوتنا وطلعنا وجينا لجاي على منطقة الرقة ولقينا المعيشة هنا يعني والوضع أحكوس من غادي ايش ذانا والسكن هنا ما شفنا دعم خالص هاي عيشتنا بيت تجي كل بيت فيه 11 12 نفس ما عدا كل دق دق ولد صغار وبسنين ثلاث يقدرون بست سبع بيوت ما عندها معيشة تعيش عائلة خبز يعني الخبز علينا تلتح يعني خبز اليوم المندوب يعطينا باكر ما يعطينا هاي عيشتنا والله عايشين عيشة شر وشريرة لا مواد لا خيام لا سكان لا فرش لا عفش ما عند الناس يجينا بركنا قبل العاصفة مرقت من فترة عاصفة هواء بركنا بخيمة تالي خيمة والله العظيم طارت فوق روسنا والله العظيم وأنا انكسرت إيدي انشعرت رحت على المشفى الوطني بالرقة عالجوني يعطيهم العافية ما قصروا أما المخيم هذا مخيم الحكومية عم يقولوا أنه مخيم عشوائي ما نعترف عليه المنظمات ما يعترفوا عليه خبز ما في أحيانا إذا إلك واسطة عند المندوب يعطوك خبز إذا ما إلك واسطة ما إلك خبز هيك بهالحالة تدفئة ما في بطانيات ما في تعرف انا وعيلتي واولاد اثنين بس بطانيتين عدنا وبالليل والله العظيم بوز نرجف من البرد